نعم سيد العزيز، هذه التغريده هي واضحه وان دلت على شيء، فان هنالك تصعيد قادم من خصوصا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بكل صراحه، ولا نتكلم بمنطق العلم والسياسه ومن منظور العلمي عفوا، من غير السهل ومن غير يعني ان يؤخذ بكلام انه يجب اغلاق السفاره الامريكيه مع مراعاه انه يجب ان ما هي تبعات هذا القرار، ماذا سوف يترتب على العراق من هذه. اليوم احنا مثل ما نشوف دعوه السيد مقتدى الصدر، انا استطيع ان اوصفها وانا اعتقد انه هي احراج للحكومه العراقيه، بل هي احراج لحكومه الاطار التنسيقي، او بل هي احراج الى تحالف اداره الدوله. من غير المعقول اليوم ان تكون هذه المطالبه ان تنفذ او ان تتحقق بسهوله. اليوم بالعرف الدبلوماسي مثل ما متعارف قضيه اغلاق السفارات، قطع العلاقات الدبلوماسيه وغيرها وما شابه من هذه الامور، وبحكم ما يترتب بين العراق والولايات المتحده، بان العراق بدون هذه الدعوه، دعوه وتغريده السيد مقتدى الصدر، الان هو في موقف اقتصادي محرج، بحكم ان ما في ايدينا من 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 اموال ومن ايرادات نفط وغيرها، هي عند الخزانه الامريكيه وعند البنك الفدرالي الامريكي. اضف الى ذلك اليوم كان قرار مجلس النواب انه من غير يعني السهل ان تكون هذه الموافقه على اغلاق السفاره الامريكيه. اذا نحن ذاهبون الى تصعيد في الشارع، ومن المحتمل ان ياخذ هذا التصعيد الى ما ابعد الحدود. نعم. ما بعد الحدود العراقيه. نعم. من المحتمل التيار الصدري سوف يدعو الى التحشيد والذهاب الى السفاره عفوا الى الحدود العراقيه، الى اقرب نقطه الى حدود فلسطين.